والله أداء الشركة مثل ما تفضلت يعني تماشى مع المناخ الاستثماري الساعد حاليا في دول المنطقة، والتأثيرات السلبية عليها من ناحية من جميع النواحي، النواحي الاقتصادية والنواحي السياسية والمشاكل. إنما الشركة طبعا قاعدة تتكيف مع الأوضاع، ويعني الحمد لله عدينا 2014 بدون أي مشاكل كبيرة، وإحنا حتى خلال السنة 2015 هم قاعدين نهيئ الشركة إن شاء الله لانطلاقة جديدة السنة الجاية عن طريق إعادة هيكلة الشركة، هيكلة مصاريف الشركة. توقع تخفيض مصاريف الشركة بحدود 20% السنة. أيضا إحنا في طور سداد 80% من التزامات الشركة، ديون الشركة. وكل هذه الإجراءات يعني والقرارات اللي قاعد نتخذها عليها إن شاء الله راح تهيئ الشركة لانطلاقة جديدة خلال السنة الجاية 2016. ونتمنى أن الأمور يعني حنقول الانفايرمنت الاستثماري إن شاء الله هم القيوم تنقشع والأمور الاقتصادية تستقر ويرجع النمو والنشاط بالأسواق، وإن شاء الله متفائلين ما لنا إلا تفاؤل. طيب نموذج عمل الشركة في ظل الأوضاع الحالية، وما دمت تتحدث عن التهيئة، هل سيعني ربما تخارج من سوق وتركيز على سوق آخر في ظل الأوضاع الحالية؟ لا والله يعني الشركة يعني البزنس موديل مال الشركة اللي هو إدارة الأصول وهي والبروكرج أو اللي هي الوساطة المالية والكوربريت فاينانس او الانفستمنت بانكينج، وراح نظل على نفس المعدل هذا وفي نفس الاسواق يعني السوق المحلي والاسواق الاقليميه. ويعني قاعدين يعني نحاول نحضر منتجات جديده ونستعد لاي تحسن بسوق المال الاسواق المال الاقليميه، لكن في نفس الوقت قاعدين مثل ما قلت لك نحاول اعاده هيكله الشركه، بما لو ان استمرت الامور هذه مده اطول كذا نحاول ان الشركه ترجع للربحيه تحت اي ظروف حتى لو كانت صعبه. تحدثتم عن مديونيه الشركه وسددها، كم تبلغ المديونيه؟ كم تنوون السداد؟ المديونيه الان 23 مليون، احنا توقع سداد 18 مليون خلال السنه هذه، يعني معظم المديونيه ان شاء الله، واحنا بدينا بالسداد واحنا ان شاء الله.